إذا كما قلت بأن حاولنا الإشارة خلال تلك الحصة إلى أن هناك مخاطر مرتبطة بالطبيعة، وقلنا بأن هذه المخاطر قد تكون مرتبطة إما بالفيضانات أو بالزلازل إلى غير ذلك، وهناك مخاطر أخرى مرتبطة بفعل الغير، ومخاطر أخرى مرتبطة بفعل الشخص نفسه. لكن كان الاختلاف مرتبطا بكيفية مواجهة هذه المخاطر اعتمادا على بعض الوسائل الذاتية، أن هناك من يعتمد على الادخار، هناك من يعتمد على مساعدة الآخرين، وهناك من لن يستطيع تحقيق أي شيء في مواجهة هذه المخاطر انطلاقا من طبيعة بعض الأشخاص التوكلية، على اعتبار أنه يدخل ذلك في إطار ما يسمى بالقضاء والقدر. إذن هناك أضرار حاصلة، ولكن بالمقابل ليست هناك أو ليس هناك سلوك إيجابي من قبل المتضرر أو الضحية. ولو فرضنا بأن الخطأ ارتكب من قبل شخص ما في مواجهتك وتعرضت لبعض الأضرار، كما تعلمون في إطار قواعد المسؤولية المدنية أو ما يسمى بالمسؤولية الاقتصادية، أنه ينبغي إثبات العديد من العناصر، عنصر الخطأ وعنصر الضرر وأيضا العلاقة السببية. إذا إثبات هذه العناصر في بعض الأحيان قد يثير العديد من الإشكالات، مصادر أمام القضاء إلى غير ذلك، مع العلم أنك حتى في حالة ما تم رفع القضية سيوقع مشكل ملاءة ذمة الشخص المتسبب في الضرر، لأنك قد تواجه بشخص معسر، معسر بمعنى أنه لن يتمكن من تقديم أو تقديم مبلغ التعويضات التي حكمت بها المحكمة. إذا الاعتماد على الادخار، الاعتماد أيضا على بعض الوسائل الاحترازية، احترازية بمعنى ما يسمى بالفرنسية ليزاك بريفونتيف، احترازية استعمال مثلا بعض الكاميرات، استعمال وسائل الحرس إلى غير ذلك، ويكون الهدف دائما كما قلت هو تفادي حصول الكوارث أو تفادي حصول الأضرار. إذا نحن أمام وضعية يصعب في بعض الأحيان يصعب مواجهة بعض الأضرار المرتبطة بالطبيعة كما قلت، أو بفعل الشخص أو بفعل الأشياء. إذا يبقى في هذه الحالة، وهنا لا أدافع عن التأمين، ولكن التأمين كمنتوج أو كخدمة حديثة، لأن التأمين سيتان سيرفيس، التأمين نشتري من خلاله فقط الأمن والأمان، لا نشتري سلعة معينة، نشتري فقط الأمن والأمان. إذا التأمين يمكن أن يواجه هذه الحالات التي يصعب من خلالها مواجهة الأضرار التي قد يتكبدها الأضرار إما في أموالهم أو في سلامة جسدهم. إذا لاحظتم بأنني منذ البداية أتحدث عن الأموال وأتحدث عن سلامة الجسد، فكرتين أساسيتين. لماذا؟ لأن التأمين غالبا ما سيرتبط بأحد هذه العناصر أو بإحدى هذه العناصر، إما بالأموال، وكما تعلمون أن المال يرتبط بماذا؟ بالذمة المالية، وقد سبق أن أشرت في إحدى المحاضرات على أن الذمة المالية يشكل ذلك الجانب السلبي والإيجابي، تتكون من الأصول والخصوم. الشخص له ذمة مالية، ذمة مالية تتكون من العناصر الإيجابية، معناها المداخيل أو كل ما يمكن أن يتوفر عليه من أموال، وبالمقابل هناك الخصوم هي القروض، الالتزامات إذا غير إلى غير ذلك. إذا التأمين
يرتبط بهذه الذمة المالية، يرتبط بالجانب السلبي والإيجابي في ذمة الشخص. لماذا؟ لأنه سيحاول حماية الجانب الإيجابي، لأنه إذا كانت لدي أموال سأعمل إلى تأمينها تفادي لحصول بعض الأضرار، إذا أتخذ بعض القرارات الاحترازية تخوفا من المستقبل. وسيواجه أيضا ما يسمى بالخصوم، إلا قدر الله ارتكبت حادثة ما وكنت موضوع مساءلة مدنية في إطار المسؤولية التقصيرية. وهنا نعود إلى مسألة التأمين عن العربات ذات المحرك أو المسؤولية في حالة التأمين عن العربات ذات المحرك، اللي هي المسؤولية المدنية. السيارة إذا ارتكب شخص من حادثة ما وتسبب في أضرار الغير فإنه سيكون ملزم بماذا؟ بتعويض المتضرر. وتعويض المتضرر في هذه الحالة لن يتم إلا عن طريق التأمين، لأن التأمين هو لأننا إذا اعتمدنا على ذمتنا المالية ربما سنتعرض إلى بعض المشاكل وربما سنكون في وضعية إعصار. كلمة إعصار دائما نأكد بأنها إعصار بالسين وليس بالصاد، إعصار بالسين وليس بالصاد، دائما أؤكد بأنها ترتبط بالجانب المدني، الجانب المدني، علاقة بين الدائن والمدين، وعلاقة يتم إثباته من خلالها عدم تمكن الشخص من أداء ديونه إزاء الأغيار. نعود بأن في مصر الشخص الذي لن يتمكن من أداء ديونه يتم نشر لائحة هؤلاء الأشخاص في المحكمة ويتم الإشهار، وبالتالي يتخذ قرار التعامل مع هؤلاء الأشخاص في المستقبل. إذن كلمة إعصار لا علاقة لها بكلمة إفلاس. إعصار في الفرنسية هي لا ديكونفيتور، والإفلاس في المجال التجاري هي لا فايت. إذن ينبغي التمييز بين هاتين الكلمتين، وكان المغرب اليوم يستعمل الإعصار فقط في حالات معينة، فهي ترتبط بتقديم بعض الشهادات الإدارية على سبيل المثال شهادة عدم أو شهادة الاحتياج، رماد ضرائب إلى غير ذلك، بمعنى أن الشخص في وضعية صعبة لن يتمكن من أداء التزاماته إزاء الغير أو إزاء الدولة. إذا التأمين وكما قلت هنا التأمين في الواقع ليس وسيلة لإزالة الكوارث، لأن الكوارث هي حاصلة لا محالة، ولكن فقط هو وسيلة للتخفيف من الكوارث إذا ما حصلت وإذا ما وقعت. أيضا التأمين هو وسيلة أيضا احترازية، سيت ان اكت بريفونتيف، احترازية، لأنك إذا لم تؤمن فاستعد لمواجهة الكوارث أو الأخطار التي يمكن أن تحصل. لاحظوا معي بأنني منذ البداية أستعمل بعض العبارات، المخاطر، الأخطار، الكوارث، لأن أنا منذ البداية أتحدث عن بعض العناصر المرتبطة بالتأمين. المخاطر ما سيكون موضوعا للضمان أو موضوع التأمين، والكوارث هي النتيجة المرتبطة بحصول ماذا؟ بحصول الخطر. والخطر كما قلت على متعدد المعاني، قد يرتبط بالطبيعة، قد يرتبط بأخطاء الغير، قد يرتبط أيضا بأخطاء كما بدأنا منذ أو كما أشرنا إلى ذلك منذ البداية. التأمين مرة أخرى له أهمية على العديد من المستويات، أهمية معنوية، معنوية لماذا؟ لأنه سيمكن الأشخاص من الاشتغال في أمن وأمان،
في أمن وأمان، وأيضا وسيلة أيضا لمساعدة وتنشيط الحركة الاقتصادية والاستثمار. إذا عندما أؤمن فأنا أتخوف من حصول هذه بعض المخاطر، فإن هناك من يؤمن على حالة إعصاره. الكلمة اللي قلنا قبيلة ديال الإعصار في المجال المدني، يمكن أن أؤمن على حالة إعصاره، بمعنى أنني عندما أتعامل مع بعض الأشخاص في إطار معين وأتعاقد، أكون متخوفا من عدم تنفيذ التزاماتي في ذلك في عقد معين. يمكن أن أؤمن هذه الوضعية، وهي وضعية إعصار أو عدم إمكانيتي من أداء بعض الديون المرتبطة بعقد من العقود. إذا مجال التأمين هو مجال واسع. في الحصة الماضية أشرت إلى مسألة مهمة، وهي أن التأمين رغم تحديدنا أو رغم ما سنقوم بتحديد بعض المبادئ، أن التأمين يمكن أن يشمل جميع المجالات نتيجة لتطور المدنية وتطور المجتمع. لم تكن هناك بعض الأمور في السابق، ولكن اليوم أصبحت موجودة، وأصبح من اللازم أن يتعامل المجتمع مع هذه الأشياء التي أنتجها التحضر والتمدن. أشخاص يؤمنون على بعض الأشياء التي لم تكن موضوعة للتأمين سابقا. وهنا أعطيت بعض الأمثلة ببعض لاعبي كرة القدم أو ببعض المغنيات. إذا التأمين تطور مع الوقت. لاعب كبير وإن كنت لا أحبه هو ميسي، اسمحوا لي للطلبة الأعزاء المرسلون، يمكن أن يؤمن على دخوله مقابلة من المقابلات. لماذا؟ لأنه يلتزم مع ما يسمى بالمستشهرين، لأن المستشهر يفرض على ذلك اللاعب أن يدخل كل المقابلات، ينبغي أن يظهر في هذه المقابلات كلاعب، ولكن إذا لم يظهر فسيؤثر على المستشهر، إذا سيؤمن غيابه عن بعض المقابلات. لا قدر الله أصيب إصابة معينة، سيؤمن على هذه الوضعية، وقد يؤمن فقط على مقابلة واحدة. وضعية لم تكن في السابق، ولم نكن نعلم بأنه من حق لاعب ما أن يؤمن على مسألة من المسائل، كما هو الشأن بالنسبة للمغنيات. يمكن أن تؤمن على صوتها، لأن الصوت المغني هو مصدر رزقها. تعقدت في سهرة معينة، ولكن عندما دخلت أصيبت الحبال الصوتية لهذه المغنية. يمكن أن تؤمن على هذه الوضعية. إذا التأمين على مستوى التاريخ تطور نتيجة لتطور المدني، ونتيجة لتطور ونتيجة لتحضر الذي بدأ يعرفه المجتمع، وأيضا نتيجة لتطور شركات التأمين. شركة التأمين تطوروا وبدأوا يبحثون عن مخاطر جديدة. ما بقيناش كنتظروا القوة القاهرة أو السرقة أو الحريق أو لا. تنوع المجتمع وتطور المجتمع أدى إلى تطور شركات التأمين، وأيضا أدى إلى تطور المخاطر التي يمكن أن تكون موضوعا للضمان. الحصة أيضا هناك على المستوى التاريخي للتأمين، أن قبل ما ندخل في المبادئ الأساسية، أن التأمين بدأ بحريا. التأمين بدأ بحريا، وقسم البشر بأن استثمى من المبادلات إلى يومنا هذا، أن أكثر من استثمى من المبادلات التجارية العالمية تتم عن طريق البحر ولا تتم عن طريق البر. أكثر من استثمى من المبادلات، أرقام خيالية. ربما كما تلاحظون أننا كطلبة قانون أو كباحثين في المجال القانوني نتحدث دائما عن العلاقات البرية،
البرية، التجارة إلى غير ذلك، ولكن على المستوى البري. ولا نتحدث كثيرا عن التجارة البحرية. والتجارة البحرية هي عصب التجارة العالمية. بل حتى الدراسة اليوم تهتم بالمجال البري أكثر من الاهتمام بالمجال البحري. وهنا في الواقع أطلب من الطلبة أن يتجهوا إلى هذا المجال، لأن هناك فراغ قانوني وأيضا فراغ على مستوى المتعاملين مع مجال البحر. وكما يقال أن هذا المجال هو مجال مهم على مستوى المادي، وخاصة بالنسبة للأشخاص الذين يتقنون بعض اللغات وخاصة اللغة الإنجليزية. لماذا؟ لأن المجال البحري وخاصة التأمين البحري يرتبط أساسا ويعتمد أساسا، أو ما يسمى بالملاحة البحرية، ترتبط أساسا بالاتفاقيات الدولية. ترتبط أساسا بالاتفاقيات الدولية أكثر من القوانين الوطنية. بعد نقل 1919 منظمة التجارة البحرية، ولكن قد لا يطبق في حالة حصول نزاع في المجال البحري. لماذا؟ لأن الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب تمنح أهمية على مستوى القانون الوطني. القضاء ملزم بالحكم بمقتضيات الاتفاقيات الدولية أكثر من القوانين الوطنية. شاحنة جاية من الولايات المتحدة أو من فرنسا أو منطقة معينة، وحصل هناك نوع يتعلق بالمسؤولية على مستوى البضائع المشحونة إلى غير ذلك، أين بدأت الرحلة؟ أين وصلت؟ كيف يتم القيام بالتحفظات بالنسبة لهذه إلى غير ذلك؟ القانون الأجنبي هو الذي يطبق، ليس بالقانون ولكن الاتفاقيات الدولية، والاتفاق الدولي مبني على ماذا؟ على اللغة الإنجليزية. إذا كان المحامي يتقن اللغة الإنجليزية ويعمل في المجال البحري، تنظم ويتخصص في هذا المجال، إن شاء الله سيكون له مستقبل جيد إن شاء الله. إذن المجال البحري أول مجال عرف التأمين، ولكن عرف تأمينا بدائيا غير مبني على تلك القواعد الفنية التي يعرفها التأمين. التأمين هو مجال لبعض التقنيات وخاصة الإحصائيات، لأن في الإحصائيات في البروبابيليتي احتمالات حساب احتمالات إلى غير ذلك. التأمين الكلاسيكي لم يكن يعرف ذلك، وكان كلاسيكيا تقليديا بعيدا، كانت فيه نوع من المقامرة والمغامرة، وكان يرفضه أيضا، وكان ترفضه الكنيسة. ما ندخلش في الديتاي، لأن كان هناك ما يسمى بعقد القرن البحري، والذي سبق أن أشرت إليه، وهو شخص يمنح لمالك سفينة مبلغا من المال، والشخص يشتري البضاعة ويتجه إلى منطقة معينة، إذا بلغ من الوصول يعيد المبلغ الذي اقترضه إضافة إلى بعض الفوائد، وإذا لم تصل السفينة لا يكون على مالك السفينة أي شيء. إذا كانت هناك نوع من المقامرة والمغامرة، ولذلك كما ستلاحظون أن عقد التأمين عند دراسته ستجدون بأنه عقدا من عقود الغرر، من بعد نشرح الكلمة دي الغرر. ثم انتقل التأمين بعد ذلك إلى التأمين البري نتيجة لحريق مهول عقبته لندن. حريق مهول أدى إلى القضاء على أكثر من 600 من البنايات، هذا على مستوى الكتب وأيضا على مستوى التطور التاريخي. أن التأمين البري ارتبط بهذه الحادثة اللي هي حادثة الحريق المهول عقبة لندن، والذي أدى إلى القضاء على أكثر من 60% من البنايات لهذه المدينة هذه. وبالتالي أنه أصبح المجتمع الدولي آنذاك يفكر في إحداث نوع من التأمين لمواجهة هذه الكوارث اللي هي كوارث الحرائق. تأمين على الحياة أيضا، لم يكن هناك تأمين على الحياة بمعنى الذي نعرفه اليوم. كانت هناك ما يسمى بليطانتين وكوليجيا إلى غير ذلك. هناك بعض
الخدمات مرتبطة أساسا بتقديم مبالغ مالية لمواجهة مصاريف حوادث معينة، مصاريف الجنازة إلى غير ذلك. قلنا أن هذه الوضعية تشبه شيئا ما يقع في المغرب على مستوى بعض الأحياء من خلال جمع بعض الأموال ومواجهة حالات الوفاة من خلال مواجهة ما يسمى بمصاريف الجنازة، لأن المغاربة اجتهدوا أيضا وفي الوقت الحاضر وأحدثوا أيضا بعض التأمينات المرتبطة فقط ببعض الأحياء، شيء جميل ولكن ماشي تأمين بالمعنى الحقيقي كما قلت. لماذا؟ لأنها ليس هناك اتفاق، ليس هناك عقد، وإنما هو تأمين تلقائي تعاضدي، ماشي كاع تأمين بمعنى كلمة نتحدث عن الرب، ولكن هو فقط تأمين تعاضدي بين مجموعة من الأشخاص في حي معين لمواجهة كوارث معينة. المغرب على مستوى التأمين لم يكن يعرف التأمين، علاش؟ لأن المغاربة كانوا عبارة عن أناس بدائي لا بجلابة، لا يعرف الكثير عنه، لأن التأمين هو خدمة عصرية. الإقبال على التأمين يتطلب أيضا في المجتمع أن يكون على درجة من الوعي. المغرب كان محكوما بقواعد الشريعة الإسلامية، وسنة 1934 كان هناك واحد القرار الوزيري، قرار وزيري مرتبط بالتأمين البري، وهذا القرار الوزيري في الواقع أحدثه سلطات الحماية آنذاك لتأمين الأجانب الموجودون من المغرب آنذاك. لم يكن هذا القانون من 1904 أو القرار الوزيري 1934 موجه للمواطنين المغاربة، كان موجها للأجانب آنذاك الذين يعملون في المغرب. إذا خدمة أو قانون أحدث لخدمة مصالح فئة معينة في المجتمع أو فئة الأجانب، وهو نسخة طبق الأصل عن قانون 1930 الفرنسي. لأن على مستوى التاريخ ربما من كتشوفوا بعض الأفلام الوثائقية تلاحظون بأن المغاربة في 1930 باقي جلابة، باقي رزة، باقي البلغاء، بعيد كل البعد عن، لا يمكن أن يفكر في بعض الخطوات الاحترازية لمواجهة بعض الكوارث إلى غير ذلك. بمعنى أنه ربما كان يبحث عن التأمين في إطار التكافل العائلي، في ذلك الإطار الديني إلى غير ذلك، ولم يكن يفكر في هذه الطريقة، خاصة وأن التأمين هي فكرة مرفوضة في المجال الديني، لأنه عقد شبيه بعقود المقامرة. المقامرة، ولذلك قلت بأنه يعتبر عقدا من عقود الغرر. عقود الغرر بالفرنسية سون دي كونترا أليتوار، كونترا أليتوار، لا يمكن التحقق من تحقق موضوع ذلك العقد من عدمه، لا تعلمون بالبداية أن سيتحقق ذلك الخطر أم لا. كان هناك مشكل. إذا عقود الغرر هي عقود مرفوضة في الدين، ولذلك ستلاحظون بأن التأمين هي فكرة أو عقود التأمين شبيهة بالعقود البنكية، شبيهة أيضا بعقود البورصة، لأن أيضا عندما تدخل إلى البورصة وتشتري بعض الأسهم وأنت لست شريكا في هذه الشركة شريكا فعليا، أول ما تبحث عليه وهو قيمة السهم، فوالا أكسيون، لا تبحث عن شيء آخر أكثر ما تريد البحث إن كان قد ارتفع السهم أو انخفض. لماذا؟ ربما إذا ارتفع ارتفاعا جيدا ستعمد إلى البيع، وإذا انخفض ستنتظر أو ستبيع بالخسارة. إذا أنا هنا ربما أنك تغامر. ولذلك الفقهاء حتى على مستوى البورصة، لأن التأمين والأبناك والبورصة كلها تدخل في إطار ما يسمى بالسوق المالية الوطنية، السوق المالية. من يبحث في التأمين؟ لأن ما ننسوش بأن التأمين يوفر أموال مهمة
يتم توظيفها في الاقتصاد الوطني. أموال مهمة يتم توظيفها في الصندوق بلاسما توظيفها للاقتصاد الوطني. وذلك سنلاحظ بأن الدولة لها يد أو عين دائمة على مجال التأمين، تراقب كل ما تقوم به شركات التأمين، بل أيضا تحدد سياسة شركات التأمين على مستوى التوظيفات. فين غادي تحط هذوك الفيسات اللي غادي يكون عندها؟ والشراء سند الخزينة أو القيام باستثمارها في مجال من المجالات الاقتصادية. إذا للدولة عين لا تنال على شركات التأمين. إذا رجع للفقه، لأن قلت بأنه عقد من عقود الغرر، هناك شك في تحقق نتيجة معينة في هذا العقد. بالنسبة للبورصة أيضا، وباش ندخلها في الثقافة العامة باش ما تنساوها شيء، أن هناك بعض الفقه من يعتبر بأن الشريك الفعلي، اسمعوا مزيان، الشريك الفعلي في الشركة والموجود في مجلس من المجالس الإدارية إلى غير ذلك، معناها يساهم بصورة فعالة في تدبير الشركة، تعتبر العمليات التي يقوم بها على مستوى البورصة عمليات مشروعة. هذا رأي بعض الفقه. والأشخاص الذين لا يشاركون في التدبير، مثلا أنا اشتريت بعض الأسهم ولكن ما لا أشارك في التدبير، لا أعلم أي شيء عن ما يقع في التدبير. العمليات التي أقوم بها بالنسبة لشراء الأسهم تعتبر غير مشروعة على مستوى الدين. أنا مع أقوال ومع كنتسنى، لا أنتظر فقط ارتفاع السهم للبيع وأراقب شيئا ما. أنا تهمني غير إذا هذه العملية لمراقبة الفرق للأرباح، فأنا أغامر وأقامر، وعقود المقامرة والمغامرة هي من العقود المرفوضة في الشرع الإسلامي. واش غادي معايا مزيان؟ ربما لأن كان بعض المرات كان، ولكن ما يمكنش نقف في المادة. إذا كما قلت أن عقود التأمين، الأبناك، البورصة إلى غير ذلك هي عقود مرتبطة بالحركة الاقتصادية وتدخل في إطار ما يسمى بالسوق المالية. ولذلك عندما عدل المشرع المغربي هذا القانون أو القرار الوزير الذي أصدره الصدر الأعضاء، هنا واحد قبل ما نزيدوا، أن القرار الوزير 1934 الذي يعتبر أول شرع منظم للتأمين في المغرب، لم يصدر عن سلطة، عن السلطة العليا في البلاد اللي هو الملك، لأن آنذاك كان التشريعات تصدر عن طريق مهاري. لكن الملك آنذاك نتيجة لتخوفه واعتباره بأن التأمين يعتبر من تلك العقود الدائرة بين النفع والضرر، وتلك العقود التي يشوبها نوع من الغموض على مستوى المشروعية الدينية، منح للصدر الأعظم اللي هو رئيس الحكومة الحالي سلطة إصدار هذا القرار الوزيري. ما بغاش هو يدير يصدر هذا الشيء هذا، لأنه كان يعلم بأن التأمين على اعتبار أنه عقد من عقود الغرر أراد أن يمنحه لرئيس حكومة، حتى للشعب ما يعجبوش الحال في ظرف الصدر الأعظم. إذا شيئا ما أن تخلى عن هذه المسألة في التشريع وترك للصدر الأعظم اللي هو الوزير الأول رئيس حكومة إلى غير ذلك، وترك له تنظيم هذا المجال، ولم يريد الملك أن يمطن هذه المسألة لاعتبار الشرعية الدينية، لأن منذ البداية كان يعلم بأن المجتمع المغربي هو مجتمع متشبث بقواعد الشريعة الإسلامية. ولذلك ستلاحظون أن حتى على مستوى الاكتوكرات والتنظيم القضائي ستلاحظون بأنه في فترات معينة من تاريخ المغرب لم يكن المغاربة يخضعون للمحاكم العصرية. لم يكن يخضعون للمحاكم العصرية، المحاكم العصرية كانت
موجهة إلى فئة معينة، شكون هما؟ هما الأجانب والأشخاص ذو الامتيازات. لبعض الدول هما مغاربة، وبعض الدول منحتهم بعض الامتيازات من قبل بعض الجهات الأجنبية، فرنسا، إنجلترا، إيطاليا، وربما أشرنا في إحدى الحصص السداسية الأولى على أن هناك بعض الأشخاص الذين كانوا مغاربة يتعاملون مع الأجانب ويكونوا خارجين أيضا عن القانون المغربي، ويجي يعمل واحد الراية ديال بلد معين في بيته، إنجليزي إيطالي، ويخضع لمثابة شخص يمثل دولة معينة رغم أنه مغربي، ولا يخضع للقانون المغربي، ما تأديش ضرائب إلى غير ذلك، ويخضع لتلك المحميات التي كانت موجودة آنذاك، فرنسا، إيطاليا، إلى غير ذلك. إذا صدور قرار الوزير 1934 كان من طرف الصدر الأعظم لاعتبارات مرتبطة بمشروعية هذا العقد من عدم مشروعيته. مسألة أخرى وهي هذا القانون ديال 1934 أو مرسوم أو القرار الوزيري، هو سميته القرار الوزيري ليس بالقرار الوزيري ديال 28 نوفمبر 28 نوفمبر 1934 قرار الوزير. طبعا نعطيكم بعد تشجيع القوانين أن هذا القانون كان يتضمن العديد من القواعد القانونية غير المقبولة. لماذا؟ كما لأننا قلنا بأن هذا القانون جاء لخدمة الأجانب، ما كانش موجه للمغاربة، وكان يتضمن بندا، لأنك قد قمت سابقا ببحث في نجاة من الأشخاص، بندا ينص على تأمين الانتحار. هذا ملاحظة ديالنا الشخصية، تأمين الانتحار، لكن تأمين هذا الانتحار طبيعة العقد تتميز في أنه يمكن اليوم أن تتعاقد على الانتحار، ولكن ينبغي أن لا تنتحر إلا بعد مرور مدة سنتين. وكما تعلمون أن الانتحار هي فكرة مرفوضة في الشريعة الإسلامية. إذا شي مغربي اش قالت ليه يمشي يتعاقد مع شركة ديال التأمين ويأمن على الانتحار وفق مقتضيات قرار وزير 1934، ولكن سيعقد العقد اليوم، ولكن خصو يتسنى واحد العامين. واش المنتحر ينتظر سنتين لقيام الانتحار؟ إذا كانت هناك نوع من البنود المناقضة للشرع الإسلامي. أيضا هناك واحد البند، ولكن هذا البند لا زال ساري فيه، لأن القوانين تغيرت، غادي يجي واحد في 2002 تغيرت، ولكن هناك بند لا زال إلى اليوم يثور بعض المشاكل، وهو أن الشخص عندما يؤمن على حياته لحالة الوفاة. أنا مازال معكم في المقدمة، ولكن غير نعطيكم بعض. عندما يؤمن على حياته لحالة الوفاة ويعين مستفيدا، مثلا نأمن على حياتي لحالة الوفاة وأعين أحد الورثة، ماشي غير الورثة، أعين بنتي على سبيل المثال، فعلا أحد الورثة، لأن في حالة الوفاة مبلغ التأمين سيحصل عليه المستفيد الذي تم تعيينه، ما تيكونش زي دروا، لأن من حق عين اللي بغيت. إذا كان هناك ذكر وكانت هناك أنثى، ففي إطار قواعد الشريعة الإسلامية أنا سأعمل إلى تفضيل، أو سأحاول خلق نوع من التوازن على مستوى الإرث، لأن نعرف البنت أنها للذكر من حد الانتهين، بأن الذكر سيحصل على أكثر من ذلك. التساؤل الذي يطرح، هل ذلك المبلغ الخاص بالتأمين يدخل في إطار التركة أم لا، أم أنه مبلغ مستقل؟ والقانون الحالي وحتى القانون السابق صريح في أن مبلغ التأمين في مجال تأمينات الحياة هو مستقل عن تركة الإنسان. إذا نقدر نعطيه لبنتي، نعطيه لوالدة، نعطيه لما بغيت،
ولا يشكل ذلك خرقا لقواعد الإرث. هذه أدرة بقى، ولكن يمكن كما أشرت أن أعين شخص، يمكن أن أعين شخصا لا علاقة له بالأسرة. وقد كانت هناك واقعة تتعلق، ربما سنشير إليها فيما بعد، تتعلق بمشروعية هذا التعيين، بمشروعية التعيين. هذا الشخص اللي عينته بالعقد، هل من حقه الحصول على ذلك المبلغ؟ كانت هناك واقعة في فرنسا، وكانت هناك واقعة أيضا في المغرب، ولكن الواقعة التي حصلت في المغرب كانت في 1917 أو 1927، ولكن كانت واقعة تتعلق بالأجانب، ولأول مرة يحكم فيها القضاء لفائدة الخليلة. لما تنشش لأن الشرع الإسلامي يأخذ فكرة الخليلة، لكن في فرنسا، وغادي نبقى في فرنسا لأن مجتمع علماني، مجتمع علماني، ولكن دائما يركز على العلاقات الغير المشروعة الخارجة عن إطار الزواج، لأنه في قرار صدر عن محكمة النقد الفرنسية قام شخص بتعيين خليلته في العقد كمستفيدة من عقد التأمين، وعندما مات، عندما توفي، تقدمت الزوجة وطالبت بإبطال هذا العقد على أساس أن العلاقة التي كانت تربط ما بين ذلك الشخص وما بين الخليلة هي علاقة خارج إطار الزواج. وبالتالي لكن ما تم الاعتماد عليه هو أن تلك السيدة كانت تحسن، لأنه كان في حالة مرضية وتخلت عنه زوجته، وكانت تحسن إليه. ذلك الإحسان أو سمي ذلك بالتبرع على وجه الإحسان لتلك السيدة التي كانت تحسن معاملة هذا الشخص حتى وفاته. فاعتمدت محكمة النقد على هذه العبارات، التبرع على وجه الإحسان، رغم أن هذه العلاقة هي علاقة خارجة عن إطار الزواج، وهو نفس الموقف الذي أخذه القضاء المغربي، القضاء المغربي، لأن أصدر محاكم عصرية بقضية تخص الأجانب اللي كانوا آنذاك في المغرب 1927، وأيضا اعتمد على نفس العبارة، التبرع على وجه الإحسان، وصدر قرار في تقريبا أفريل يؤكد هذه المسألة، ولكن المغاربة يحسوا بأنهم أن المسألة مخالفة للشرع الإسلامي، تراجع عن ذلك القرار في أكتوبر أو شتنبر من نفس السنة، وعمدوا إلى إلغاء الهبة الحاصلة للخليلة. هذو المغاربة الفرنساويين أكدوا أنه من حق تلك السيدة أن تحصل على تلك المبالغ، على اعتبار أن هذه السيدة كانت تساعد ذلك الشخص على وجه الإحسان. إذن التأمين، ربما بداية كنت أحاول أن أتحدث عن التأمين وعن علاقته ماذا بالشرع، لأن منذ البداية قلنا بأن عقد التأمين هو عقد من عقود الغرر، وأنه عقد موجه لفئة معينة في المجتمع التي أتت في سنة 1930 وعملت بالمغرب، وأيضا قطنت وسكنت بالمغرب. إذن هذه الخدمة لم تكن موجهة إلى هذه الفئات أو الفئات المجتمعية المغربية، أكثر ما كانت موجهة للأجانب الموجودين بالمغرب آنذاك. إذن تطور الظروف دفعت، على اعتبار أن القرار 1934 لم يعد مواكبا لمختلف التطورات التي تعرفها المجتمع المغربي، لأن بدينا كنلاحظوا ما يسمى بالعولمة، لا موبيليزاسيون، بدينا كنلاحظوا قوة العديد من الشركات،
وبدأنا نلاحظ أيضا بأن المغرب بدأ ينفتح على بعض الدول من خلال ما يسمى بتلك الاتفاقيات الخاصة بالشراكة، الولايات المتحدة، أوروبا إلى غير ذلك. وبالتالي بدأنا نلاحظ بأن السوق المغربية ستفتح لبعض الشركات الأجنبية. إذا التطورات الاقتصادية التي يعرفها العالم، من سيشرح القضية بأن الأزمة المالية للولايات المتحدة أول ما بدأت بشركات التأمين. علاش ما ننساوش القضية؟ لأنني دائما أركز على دور شركات التأمين في السوق في الاقتصادي وفي السوق المالية. أرى شركات التأمين تعتبر من أكثر المستثمرين في الاقتصاد الوطني. من أكثر المستثمرين في الاقتصاد الوطني، وهناك أرقام مهمة في هذا الشأن. نعطيكم واحد الرقم. ما عرفتش كاين هنا، اسمحوا لي شوف الى كاين باش نعطيها لكم. سجلوا واحد غير باش تعرفوا الاهميه، سجلوا واحد العباره غير ذلك. بلغت الاموال الذاتيه لشركات التامين عشرين مليار درهم. وبلغت الأقساط الصادرة سنة 2008 19 مليار درهم. يحتل المغرب الرتبة 53 عالميا بالنسبة للأقساط الصادرة. والمرتبة الثالثة في العالم العربي بعد الإمارات العربية والسعودية. والمرتبة الثانية إفريقيا بعد جنوب إفريقيا. إذن كما نقطة، إذن كما تلاحظون أن التأمين هو مجال مهم وبالتالي أن له علاقة بتنشيط الحركة الاقتصادية. وايضا شركات التأمين تعتبر ايضا مستثمرا مهما في الاقتصاد الوطني وفي السوق المالية. اذا ناخذ المحاور ديال المادة اللي غادي نشوفوا مجموعين، لان هذه فقط عبارة عن مقدمة ارتبطت شيئا ما بذلك التطور التاريخي. من غير ما ننساوش واحد القضيه، ان حتى على مستوى الخدمات عندما سيتم قراءه، ما تكتبوش، اسمعوا لي بعدا، اسمعوا لي، حتى على مستوى التامين ستلاحظون بان حتى على مستوى المغرب ان التأمين الذي كان معمول بأنذاك كان مرتبطا بالتأمين البحري في المغرب.
لأن الشركات التي بدأت في المغرب وهي عبارة عن شركات أجنبية ارتكزت على الموانئ، لأن نرجع في تاريخ المغرب في فترات معينة وفي عهد بعض السلاطين أنه عندما كان المغرب في حالة مدهونية كبيرة لمواجهة ذلك تم التخلي عن بعض مداخل بعض الموانئ لبعض الدول الأجنبية، وبالتالي نزلت العديد من الشركات الأجنبية في هذه الموانئ وبدأت تؤمن بعض المخاطر الخاصة بالبحر. ثم أتت فيما بعد ذلك بعض الشركات الفرنسية، ثم أيضا تم الانتقال إلى مرحلة المغاربة، وهنا بدأت تظهر بعض الشركات الوطنية وخاصة ما يسمى بالشركة الملكية للتأمين. الشركة الملكية للتأمين تعتبر من الشركات الأولى التي عملت في مجال التأمين في المغرب. حاليا عندنا 18 شركة، عندنا 3 ديال التعاضديات، وعندنا 15 شركة، 3 تعاضديات و 15 شركة هي التي تمارس التأمين. إذا سجلوا هذه محتويات المادة المرتبطة بهذه الثلاثية. هناك تطور تاريخي، أهمية التأمين، تعريف عقد التأمين، خصائص عقد التأمين، عناصر التأمين، قسط الخطر، مبلغ التأمين والمصلحة في التأمين، أقسام التأمين، المبادئ التي تحكم التأمين، إبرام عقد التأمين، التزامات المؤمنة، التزامات المؤمنين، تقنيات التأمين، رقابة التأمين، انقضاء التأمين. وهذه السنة غادي نضيف واحد المسألة هي تأمين المسؤولية الخاص بالعربات ذات المحرك. ندير واحد الحصة إن شاء الله إذا قلنا شي شوية ديال الوقت. إذا عموما التأمين هو خدمة بالدرجة الأولى، وسيلة احترازية، وسيلة لمواجهة مختلف المخاطر، وأيضا وسيلة للمساهمة في الاقتصاد الوطني من خلال الاستثمار، وأيضا اتباع السياسة التي تفرضها الدولة في هذا الشأن على مستوى الرقابة القانونية وعلى مستوى الرقابة المالية. خليو هادشي حتى الاخر ونعطي لكم نكمل انا بعدا، خليو حتى الاخر حيت مازال عندي ما يتقال، خليو مازال لو فيل توجور لا. اسمعوا ليا الله يرضي عليكم من بعد سميتو. ملاحظة أيضا أشرت إليها في الحصة الماضية ترتبط بطبيعة التأمين. ترتبط بطبيعة التأمين على اعتبار أنه يجمع ما بين القانون الخاص والقانون العام. ربما أعطيت واحد الإخوان شجلوا جوج للعبارات. عندما نقول قانون خاص فهناك اهتمام بالمجال التعاقدي. عندما يتعاقد شخص مع شركة التأمين فنحن هنا نهتم بذلك الجانب الخاص بالتعاقد، وأيضا بذلك المبدأ الخاص بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين. وهنا سنلاحظ فيما بعد أن العقد التأمين لا علاقة له بهذا المبدأ. لماذا؟ لأنه يعتبر من العقود الإدعانية، إذا كان خاص
ده ديزي. ايضا ان الدولة تحدثت سابقا على ان لها اعين على مجال التأمين، تراقب ومراقبة او رقابة الدولة جعلنا نصف هذا النوع او هذه العمليات من العمليات ايضا المرتبطة بالمجال العمومي وبالقانون العام، لان اهم عنصر في التأمين من غير العنصر ديال الاحترام بنود العقود والدفاع عن حقوق المؤمن لهم كأطراف يتميزون الطرف مقاس مع شركة التأمين هو ضمان هذه الكلمة هذه ملاءة ذمة شركات التأمين. La solvabilité des entreprises d'assurance. عندما نقول ملاءة ذمة بمعنى أن هذه الشركات ينبغي أن تتمكن من أداء التزاماتها إذا قدر الله وقعت الكارثة. ضمان الملاءة. ضمان الملاءة جعلت الدولة تفرض العديد من القواعد الحسابية على شركات التأمين. الدولة هي اللي كتفرض. وتفرض أيضا لأنك عندما تتعاقد مع شركة التأمين تؤدي أقساطا، تؤدي مجموعة من أقساط، مجموعة من الأشخاص يقدمون مجموعة من الأقساط للشركة، وهذه الشركة من خلال عملية إحصائية إذا قدر الله وقع الخطر لأحد هؤلاء الأشخاص الذين خضعوا للتأمين انطلاقا من إحصائيات إلى غير ذلك، ينبغي أن تكون تلك الأموال التي تم تجميعها قادرة على مواجهة الأخطار الحاصلة لذلك الشخص الداخل في إطار عملية التأمين. وفي هذا الإطار فرضت الدولة من خلال مديرية التأمينات التابعة لوزارة المالية بعض الأنظمة التأمينية. شنو هي التأمينية؟ دي ميزور دو سيكوريتي. فرضتها على شركات التأمين حتى تمكنها من مواجهة الأخطار وأن لا تقع في حالة الإفلاس. وقد سبق أن عرف تاريخ المغرب هذه المسألة. في الثمانينات تم إخضاع العديد من الشركات لعملية التسوية، وتم تعيين بعض المدراء من وزارة المالية لإعادة تنظيم بعض شركات التأمين. لماذا؟ لأنها لم تتمكن من أداء التزاماتها إزاء المتضررين وخاصة الحوادث السير. لأن حوادث السير علاش؟ لأن في وقت معين كان القضاء المغربي يصدر أحكاما بمبالغ خيالية. الشيء الذي جعل شركات التأمين آنذاك لم تكن قادرة على مواجهة تعويض الأشخاص المتضررين. الشيء الذي أدى إلى إحداث نص قانوني جديد لموديل 1984 أكتوبر 1984 الذي بدأ يحدد قيمة التعويضات التي يمكن أن تقدم للأشخاص الذين يتعرضون لحوادث سير. هذا يشتغل لا يشتغل أجر سنوي، بمعنى أنه أصبحت هناك عملية حسابية بعد أن كانت عملية جزافية من قبل القضاء. القاضي كيحكي ب 100 مليون 400 مليون بدلا هناك عملية حسابية من قرار ديال الدكتور خالد سليمان بغدادي يحدد نسب العجز حسب وضعية المتضرر، إطار شركة يخص الماضي ديالو إلى غير ذلك. أصبحت هناك العديد من المعايير التي تحدد نسب العجز وأيضا نسب التعويض. إذا أعود وأكرر مرة أخرى، وهذه المسألة هذه ديال ملاءة ذمة شركة التأمين
يعتبر أهم عنصر في مجال التأمين، حيث لا بحيث أنه إذا لم تتمكن شركة التأمين من مواجهة الأضرار التي يمكن أن يتعرض لها المؤمن أو الضحايا، فسنكون في وضعية صعبة، بمعنى أن ذلك الشخص ينبغي أن يعود فعلا على الشخص الذي تسبب في الضرر، مع العلم بأن موضوع الضمان هو تفادي مسؤوليته في حالة وقوع كارثة معينة. إذا الدثر الذي سيطرح، أين ذهبت تلك الأموال؟ لأن هناك أقساط مهمة تدفع لشركات التأمين. إذا الدولة من خلال أجهزتها تعمد على إحداث قواعد مالية الهدف منها ضمان ملاءة ذمة شركات التأمين، وإحداث قواعد يكون الهدف منها أساسا هو تمكين شركات التأمين من مواجهة التزاماتها في حالة حصول الكوارث. يعني احنا كنعطيو الأقساط ولكن ما كنعرفوش كيف باش تجيب الأقساط. إذا الدولة كما قلت لها أعين على تلك الشركات، خاصة وأنها تبيعنا شيئا مبهما هو الأمان والإطمئنان. الأمان والإطمئنان ماشي ساعة غندير معايا الدار، ولكن فقط ستمكنني من الاشتغال في وضعية مريحة، وستمكننا أيضا من مواجهة الأضرار التي يمكن أن تحصل في المستقبل. ندير واحد ملاحظة جوهنا، بعد النقط ديروا دور التأمين الأخلاقي، دور التأمين الأخلاقي. رجعوا السطر، هذه ثلاثة ديال النقط. فضيلة التبصر، فضيلة التبصر والنظر إلى المستقبل، فضيلة التبصر والنظر إلى المستقبل. رجع السطر. فضيلة الإطرة، الإطرة بمعنى جاي من الآثار التي تنظر. يؤثر شخص، يؤثر الإطراء. نعم، فضيلة الإطراء، الإطراء جاي من الإطار، الإطراء. ودير بين قوسين التأمين لحالة الوفاة لفائدة الأولاد أو الأبناء. التأمين لحالة الوفاة لفائدة الأبناء. رجع السطر. فضيلة التعاون والتضامن، فضيلة التعاون والتضامن بين قوسين توزيع الكوارث أو توزيع أعطار الكوارث. توزيع أعطار الكوارث. رجع السطر ودير الأمان، الأمان نقطتين تحت منها. تحقيق الأمان والطمأنينة والاستقرار. رجع السطر دير وسيلة ائتمان، أنا كنعطي غير بوان هنا، وسيلة ائتمان، هذا التأمين، ائتمان، الحصول على قروض، رجع السطر، الحصول على قروض، تقديم وثيقة التأمين على الحياة، تقديم وثيقة التأمين على الحياة في إطار العقود العقارية. وثيقة التأمين
الحياة في إطار الرقود العقلي. نقطة. إذا لاحظتم أن واحد العنصر مهم اللي هو ديال الائتمان. التأمين يعتبر وسيلة من وسائل الائتمان. لأنك يمكن أن تقدم تلك الوثيقة كضمان، بل أيضا يمكن لشخص آخر الدائن على سبيل المثال أن يؤمن أموال المدين، أن يؤمن أموال المدين. علاش؟ لأن الدائن كما تعلمون ينبغي أن يتخذ أيضا بعض الوسائل الاحترازية تجاه الناس. يلا فقتي عدلك. إذا التأمين أيضا يعتبر من بعض الوسائل الاحترازية بالنسبة للدائنين، لأن الدائن لحماية حقوقه قد يتخذ بعض الإجراءات الاحتياطية، وإن كان المغرب لا يعرف ما يسمى بالدعوة البوليانية، لاكسيون بوليان. شنو لاكسيون بوليان؟ الدائن في مواجهة المدين قد يعمد هذا الأخير إلى إصدار أو القيام ببعض التصرفات التي قد تعمد إلى إفراغ ذمته المالية. أنا عارف راسك كتسني لابون، ولا أريد أن أدي استحقاقات للبنك، وأعمد إلى التصرف في الجانب الإيجابي في ذمتي المالية. لا قبيل قلت لكم واحد القديم اللي بدينا بالذمة المالية، قلت لكم فيها الجانب الإيجابي والسلبي. والسلبي هو الديون كيفما كانت طبيعتها، والجانب الإيجابي هو ممتلكات كل المداخل التي يمكن أن أحصل عليها. إذا هذا المال قد يعمد إلى القيام ببعض التصرفات في الجانب الإيجابي، أو قد يعمد إلى توسيع دائرة الجانب السلبي. كيف؟ هو غارق ويزيد ياخذ كريديات. لماذا؟ للإضرار بحقوق الدائنين، باش ما يبقاش. هذه التصرفات في فرنسا وفي إطار ما يسمى بالدعوة البنيانية التي تمكن الدائن من التدخل لإبطال جميع التصرفات الصادرة على المدين والضارة بحقوق الدائنين. احنا عندنا في المغرب ما يسمى بدعوة الصورية. واحد الشخص علم بأنه مدين بمبلغ معين للبنك، ويعلم بأن البنك سيعمل إلى التنفيذ على بعض أمواله العقارية التي لم تخضع للرهن لفائدة البنك. شنو سيدير؟ يبيع ذلك العقار الذي لم يشمل الرهن إلى زوجته، واللي يبيع ولده، واللي يبيع صاحبه. علاش؟ حتى لا يتم التنفيذ عن ذلك العقار. وهنا في التشريع المغربي يكون لك الحق فقط في رفع دعوى الصورية، بمعنى أن ذلك العقد هو فقط عقد صوري، وأن المدين كان يرغب من ورائه فقط تهريب بعض الأموال وعدم إخضاعها للتنفيذ من قبل الدائنين. هذا ضرب محور القانون كله، لأن القانون كله ينبني على هذه المنازعات. بصورة عامة خاصة عندما نكون في إطار معاملات مدنية عادية ما بين الدائن والمدين، كيفما كان طبيعة هذا المدين وكيفما كان طبيعة هذا الدائن. مشينا المجال التجاري كنلقاو جوج الناس، مشينا المجال المدني كنلقاو دائما هناك طرفين، لأن هناك تضارب بين مصلحتين. المغرب ما عندوش الدعوة البوليانية، ليس من حقك أن تتدخل من خلال هذه الدعوة وتطلب إبطال هذه التصرفات الضارة. المشرع المغربي منحنا فقط
لحماية حقوقنا كدائنين أن نقوم ببعض التصرفات الاحترازية أو الاحتياطية من خلال ممارسة بعض الحقوق العينية التبعية اللي هي الرهن على سبيل المثال. الرهن نسلك واحد مبلغ مالي ولكن أتخوف من أن لا تؤدي في ثمنه في وقته، أعمد إلى رهن عقارك حتى لا تعمد على تصرفي أو على بيعي. الدائن في مجال التأمين، هنا فينا نرجع، الدائن في مجال التأمين قد يقرض لك مبلغا من المال فيعمد على سبيل المثال، قد يقرض صاحب مصنع مبلغا من المال، لكن هو يتخوف لأن الضمان الحقيقي لفائدة البنك أو لفائدة الدائن هو المصنع، وأيضا مختلف الأدوات الموجودة في المصنع، فيعمد إلى تأمين هذا المصنع، ماشي المدين، الدائن يعمد إلى تأمين هذا المصنع، لأنه إذا قدر الله وحصل حريق سيسترد المبالغ التي سبق أن قدمها للمدين صاحبي المصنع لإتمام المشروع أو لقيام المشروع. إذا الدائن في إطار الائتمان، هذا شيء كذا أنا ربما طولش شوية، ولكن التأمين أيضا يعتبر من الوسائل الاحترازية والإحتياطية لحماية حقوق الدائنين في مواجهة المدينة. ولذلك يمكن للدائن أن يؤمن على الأموال المملوكة للمدينة. مشيت تاخذ قرض عقاري اليوم، أول ما تقوم به شركة التأمين تؤمن على حياتك. لماذا؟ لأنه في حالة الوفاه ستعمد إلى أن شركة التأمين هي التي ستؤدي مبالغ الأقساط المتبقية للبنك، وتؤمن أيضا على البناية. أنفسك تاخذ كريدي من البنك اليوم ويكون قرض عقاري، هنا نتفق على هذين التأمينين، تأمين ديال الحياة والتأمين على العقار. وأيضا يمكن أن تخضع لتأمين آخر هو تأمين الإعصار، وما قالش تخلص نزيد نكثر. إذا هنا الدائن أو التأمين أيضا يعتبر وسيلة من وسائل الائتمان. هل هناك تساؤل؟ ماشي بزاف، غير واحد ولا جوج، راه كاين هناك تساؤل؟ لا عنديش سؤال، مازال ما سالينا شيء. إذا خذوا هذا التصميم هذا كملوه بعدا، ساليتوا هذا التصميم سي بون، مازال خذوا هذا التصميم هذا إذا إلا سنسجل واحد العبارة، اهتمام المشرع بالتأمين، اهتمام المشرع بالتأمين كان على مستويين، اهتمام المشرع بالتأمين كان على مستويين، نقطة يرجع السطر، أولا على مستوى العلاقة بين المؤمن، على مستوى العلاقة بين المؤمن والمؤمن له. ماذا قد نشرح الكلمات ديال المؤمن والمؤمن له، شكون هما المكتفي والمستفيد؟ حنا بعدينا
بين المؤمن والمؤمن له لتفادي فرض الأول من موقعه شروطا تعسفية نقطة. رجع السطر. على مستوى تسيير مقاولات التأمين تدخل الدولة من أجل فرض العديد من الالتزامات على مستوى الرقابة القانونية والرقابة الحسابية وضمان وهذا هو النقطة المهمة عندي بزاف وضمان ملاءة ذمة شركات التأمين هذا هو عصب ديال المجال ديال التأمين وضمان ملاءة ذمة شركات التأمين نقطة تنظن بركة عليكم اليوم إذا كان شيء هل هناك سؤال ما بغيش تسولو إذا لم يكن هناك سؤال الأسبوع المقبل إن شاء الله حصة 15 10 2016